أهلا بكم. أكد وزير النفط ثامر الغضبان أن العراق خفض متوسط صادراته من الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق خفض الإنتاج القائم. وقال الغضبان أن اجتماع أوبك في فيينا في نيسان المقبل سينظر في مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، وفيما إذا كان ينبغي تمديد تخفيضاته لنهاية السنة. وأضاف أن العراق ملتزم بالاتفاق ويعمل على تحقيق استقرار الأسواق على حد تعبيره. قالت وكالة رويترز أن شركة تسويق النفط العراقي سومو ألغت مشروعين نفطيين مشتركين، وأنها قلصت عقودا مع عملاء أوروبيين بمجال النفط. وذكرت الوكالة أن سومو اتخذت هذين الإجراءين كي تسعى منفردة إلى بيع المزيد من نفطها بما يناسبها، وبينت أنه بعد سنوات من استفادة كبرى شركات النفط وشركات التجارة المستقلة من عمليات تجارية كبيرة، قررت شركات النفط الحكومية في العديد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط أن تنتزع ما تراه إيرادات محتملة مفقودة. كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد عن إغلاق 172 مصفاة نفط غير قانونية شمالي العراق. وقال عواد إن تلك المصافي التي تم إغلاقها كانت تنتج منتوجات غير مطابقة للمواصفات العراقية، وأوضح أن المصافي التي تم إغلاقها كانت من ضمن صفقات فساد لشركتي كار وقيوان التي كشفت ملفات فسادها مؤخرا. وصلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعها في مزاد اليوم الخميس لتسجل مستوى 182 مليونا مقارنة بمبيعات المزاد الأربعاء التي بلغت 176 مليون دولار، مسجلة زيادة بنحو 5.85 مليون دولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفا إلى جانب شركة تحويل مالية واحدة فقط. وأضاف البنك أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت 182 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المباع 300 ألف دولار. أعلن مصرف الرشيد منحه قروضا لشراء سيارات بدون كفيل، مشيرا إلى أن القروض لا تشمل السيارات الإنتاجية. وقال المصرف أنه قرر منح قروض لموظفي الدوائر الحكومية المواطنة رواتبهم لدى المصرف لشراء سيارات ومركبات بدون كفيل. وأوضح المصرف أن التعليمات تضمنت جميع الشروط الخاصة بالمنح، ومنها أن يكون طالب القرض موظفا على الملاك الدائم وحامل بطاقة نخيل حصرا وقد تسلم راتبه بموجب البطاقة، ولا يوجد بذمته أي قرض آخر خاص بشراء السيارات من مصرف الرشيد. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.